لو طول عمرك على اليوم. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مصر الان. ارحب بزميلي النهارده الاستاذ محمد دانجي. اهلا بيك محمد. اهلا بيك. اهلا بيك استاذه يدير، والف الف مبروك على الخطوبه السعيده، وبرحب بكل المشاهدين في كل مكان في العالم العربي كله وفي مصرنا الحبيبه. النهارده برنامجنا هيكون متنوع، وطبعا زي ما عودناكم ان احنا بنتكلم فيه ملفات كتيره ومهمه بتفيد الشارع المصري وبتفيد كل بيت في مصر. طبعا النهارده معانا فقرات كتيره، وزميلي طبعا هيعرض الفقرات اللي معانا النهارده. اكيد يا دير، معانا برنامجنا متنوع. اوكي. بيتكلم عن مصر الجديده وعن الانجازات في كل مكان. إنجازات موجودة في أكتوبر، إنجازات موجودة في المستشفى العام أو المستشفى المركزي، وهنوضح إن شاء الله مع ضيفنا العزيز الدكتور علاء العناني. ودي طبعا الفقرة الأولى اللي هنبدأ بيها البرنامج. احنا النهاردة البرنامج هيكون فقرتين، الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن الإنجازات في أكتوبر، وكمان بالخصوص عن المستشفى أكتوبر المركزي، وهيكون ضيف حلقتنا النهاردة الدكتور علاء العناني. الفقرة الثانية هنكون هنتكلم عن الفن الجميل، وهيكون معانا ضيوفنا طبعا المنتج الفني بالتلفزيون المصري الأستاذ مجدي محمود، وهيكون معانا مدير التصوير بالتلفزيون المصري الأستاذ مجدي كشك. وكله ده هنشوفه معاكم النهاردة في حلقتنا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. رجالة وطول عمر ولادك يا بلدنا رجالة، رجالة وطول عمرك عليها ومش محتاجة ولا رجالة وطول عمر ولادك يا بلدنا رجالة. أنا دكتور علاء، نورتنا ونورت مدينة الإنداء كلها. تسلم حبيبي. وأنت منور أكتوبر بأمانة. تسلم يا حبيبي. أنت والدكتور عمرو والمجموعة الجميلة اللي معاك. الله يخليك حبيبي. أهلا بيك دكتور علاء، منورنا في الاستديو. أهلا بيك. وطبعا النهارده الجو صعب شويه وتعبنا حضرتك. لا يا فندم، الحمد لله زي الفل. دكتور علاء، انا طبعا في بدايه حوارنا النهارده عايز اسال حضرتك عن التطورات او المستجدات اللي حصلت في مستشفى اكتوبر المركزي. مستشفى اكتوبر المركزي من المستشفيات الواعده ان شاء الله، وهيبقى فيها تطوير وفي حاجه جميله فيها ان شاء الله. احنا عاملين خطتين، خطه قصيره الاجل وخطه طويله الاجل. طيب. خطه قصيره الاجل ان شاء الله اول افتتاحات ليها هتبقى في شهر 6 القادم ان شاء الله. واذا تم تخصيص قطعه ارض 1200 متر بجوار المستشفى لعمل مبنى عيادات خارجيه. طيب. حاجه تليق بالمواطن وتاخد رضا المواطن. والباشمهندس شريف الشربيني رئيس الجهاز صراحه لم يبخل علينا في تخصيص الارض، وفعلا تم جاري عمل التنفيذ فعلا فيها، وان شاء الله خلال شهر 6 القادم هيتم افتتاح العيادات دي، وتبقى حاجه مستوى راقي جدا، وهتبقى فيها تنظيم وحاجه هتسعد المواطن فعلا ان شاء الله، وهتقدم خدمه حلوه لمدينه اكتوبر وللمواطن في اكتوبر. دكتور علاء، انت قلت لي في البرنامج ان شاء الله في شهر 6 ان شاء الله، او تحديدا 1/6 ان شاء الله هيكون العيادات الخارجيه كلها شغاله جاهزه ان شاء الله. هتبقى 22 عياده، هيبقى فيها معمل تحاليل، فيها صيدليه، فيها علاج طبيعي، فيها كل التخصص، باطنه، اطفال، نساء، قلب، جراحه، كل العيادات اللي موجوده. بالعكس احنا بنسعى ان احنا نضيف تخصصات جديده ان شاء الله مش موجوده في المدينه ان شاء الله. دكتور علاء، انا عايزه اكرر على حضرتك سؤال كنت حضرتك في مداخله قبل كده ذكرت ان المستشفى اكتوبر هي مركزي وليست عام. فانا حابه ان حضرتك توضح ده دلوقتي، لان ناس كتير جدا فاهمه ان هي مستشفى عام. لا، المستشفى المركزي اللي هو عدد الاسره الداخليه بيبقى اقل من 100 سرير. تمام. واحنا بعد التطوير ده ان شاء الله هنبقى فوق ال 100 سرير كمان، لان واحنا بنشتغل حاليا في العيادات الخارجيه على التوازي مع العنايه المركزه. العنايه المركزه ان شاء الله تم التوسيع فيها، وبيتم العمل فيها حاليا للافتتاح مع العنايه مع العيادات الخارجيه، ودي هتبقى 16 سرير العنايه المركزه.
ودي هتبقى 16 سرير، 15 سرير مرضى وسرير للعزل. مستشفى الطوارئ. تمام. مستشفى الطوارئ دي الحمد لله خدنا قطعه الارض اللي هي بجوار المستشفى، ودي مساحتها 3000 متر، وهيتبني عليها فعلي حوالي 1314 متر، عباره عن بدروم ودور ارضي وثلاث طوابق متكرره. ودي مستشفى هتبقى مستشفى طوارئ، وهتبقى الدور الارضي بتاعها الاستقبال، الاستقبال بتاعها هيبقى فيه غرفه عمليات وغرفه افاقه وغرفه تحضير، وهتبقى فيه حجره كشف، وهيبقى فيه حجره جبس، وهيبقى فيه اربع غرف فرز، وان شاء الله هتبقى فيه وحده اشعه موجوده في الدور الارضي. وفي الدور الثاني هيبقى فيه دور عمليات، هيبقى اثنين غرفه عمليات واثنين تحضير واثنين افاقه، وسراير داخلي حوالي 62 سرير، هيبقى فيهم 14 سرير عنايه مركزه برضو تاني، ودي حاجه كويسه جدا، هيبقى اثنين عنايتين، ال 14 سرير 13 سرير عنايه واحد ملاحظه، وال 48 سرير هيبقى للداخلي، عباره عن 24 غرفه مزدوجه للمرضى، بالاضافه الى الخدمات الملحقه بيها. ان شاء الله هيبقى فيها وحده تعقيم، هيبقى فيه وحده اكسجين، في ان شاء الله كافيتيريا، في مغسله، في غرفه نفايات، في ثلاجه. وان شاء الله عندنا امل المستشفى دي هتبقى حاجه جميله، ان خدت الموافقات فعلا، وان شاء الله يعني جاري اجراءات التنفيذ فيها، وهتبقى دي مستشفى ملحقه بالمستشفى الاساسيه. بالاضافه الى ان الحمد لله برضو جمعيه المستثمرين ومجلس الامناء والمهندس شريف ساعدونا كتير قوي في ان احنا جابوا لنا خط كهرباء اضافي حوالي 2.5 ميجا، ودي هتبقى خط احتياطي للخط الاساسي، لان التوسعات اللي موجوده دي هتحتاج طاقه كهربائيه كبيره. انا هنا عايز اسال حضرتك دكتور علاء، بما انك ذكرت ان في مجهودات او في مساهمات، فهنا عايز اسال عن دور رجال الاعمال في يعني وقوفهم مع المستشفى، او يعني الدور اللي بيقوموا بيه في تطوير المستشفى. والله هو تعاون جميل ما بين رجال الاعمال وما بين الجهات الحكوميه، وده الاتجاه اللي موجود في الدوله حاليا، ان عندنا رجال اعمال عندهم فكر كويس قوي وعندهم طاقه وامكانيات، واحنا تقريبا هم الوقود اللي اشعل حماس المستشفى. عندنا رجل اعمال المهندس محمود برعي بصراحه من رجال اللي تقريبا يوميا عندنا في المستشفى، وهو اللي متولي فعلا بكل مجهوداته وكل طاقته التطوير، واخد حضرتك، ورجالته كلهم موجودين عندنا شبه يومي في المستشفى للاشراف على العمل. والراجل ده بصراحه انا بعتبره يعني الشراره اللي ابتدت تشتغل في المستشفى. هو بصراحه المهندس محمود راجل محترم، وبنشكر المهندس شريف شربيني بصراحه، ما بيحش اي طلب علينا، اي حاجه بنطلبها في المستشفى بناخد موافقه فورا. عايز اقول لحضرتك هو المهندس شربيني بصراحه غير كتير قوي من شكل المدينه. بالظبط، تمام، بامانه يعني. لا، في نهضه جامده في المدينه، وبعدين بصراحه كل ما بنطلب حاجه بتجاب، يعني طلبنا الارض بتاع اللي يدخل فورا وافق فورا. تمام. اي حاجه بتقف قدامنا بصراحه بنتصل بيه عن طريق الدكتور عمرو مدير المستشفى، في الحقيقه بنجد اجابه، وبيدعمنا طبعا في المديريه السيد وكيل وزاره الصحه في الجيزه، بصراحه راجل من الشباب الواعد اللي بيتحرك كتير قوي وبرضه بيساعد كتير قوي المستشفى. والساده طبعا اعضاء مجلس الشعب دكتور محمد ابو العيله والمهندس احمد سمير بصراحه اليوم برضه الدكتور ايمن ابو العيله، من الناس اللي هم في داعموا، ورجال اعمال كتير قوي في الحقيقه بيعرضوا خدمات على المستشفى وبيعرضوا تبرعات ومساهمات. من المستشفى كونها بالشكل الصغير دوت، هي كان اساسها وحده صحيه. وحده صحيه. الناس ما تعرفش ان المستشفى دي فيها امكانيات جميله جدا. حضرتك قلت لي برضه ان في جمعيه بالظبط، في جمعيه محبه الرحمن الاستاذه ناديه القرني، من الناس اللي في الحقيقه عملونا في المستشفى وحده غسيل كلى واطفال، ودي ثاني وحده على مستوى الجمهوريه بعد ابو ريش. عندنا برضو رعايه الاطفال برضو هم تولوا فعلا عملها، ودي تقريبا رقم 7 على مستوى مصر في رعايه الاطفال. وعندنا وحده غسيل كلى واطفال، وحده حضانات حوالي 15 حضانه. وحده بعد المرحله الاولى من التطوير دي اللي هي العيادات الخارجيه والعنايه المركزه، هيتم توسيع وحده الكلى الكبار، هيضاف 4 مكانات كبار اضافه ثاني، بحيث ان يبقى عدد المكانات اللي موجود في وحده الكلى كبار 15 مكان غسيل كلوي.
بالاضافه الى ان بعد كده هيتم تطوير المستشفى من الداخل للتوسع في الخدمات الداخليه. احنا بنامل ان احنا نضيف، عندنا امل ان احنا يبقى في تعاون بيننا وبين معهد القلب في امبابه ان شاء الله، ان هو احنا نبقى مركز ثاني هنا في اكتوبر ويتم فيه عمل عمليات قلب مفتوح ان شاء الله واسرع. طيب دكتور علاء، خليني اسال حضرتك، يعني في ضوء كل المجهودات المبذوله لتطوير المستشفى، هل في عجز في بعض الاقسام في الوقت الحالي بتبقى محتاج فيها مساعدات او في اجهزه ناقصه؟ والله اللي احنا يعني شايفينه حاليا في الوضع الحالي، جالنا ما شاء الله كم من الاجهزه تبرعات كتير جدا من رجال اعمال وجمعيات، يعني احنا حتى من الناس اللي داخلين في الحمله القوميه للكشف عن اورام الصدر، واحنا تقريبا احنا ومستشفيتين بس في الجيزه عندنا جهاز اللي هو ماموجرام للكشف عنها. بالنسبه لعجز بعض التخصصات، وده شيء موجود على مستوى الجمهوريه زي العنايه المركزه والتخدير، في الحقيقه برضو مجلس المدينه بيدعم المستشفى بمبالغ شهريه بحيث ان هي نجيب تعاقدات خارجيه لبعض التخصصات اللي مش موجوده في المستشفى. ودي برضو دعم كويس قوي من جهاز المدينه، يعني احنا بنشكره عليه يعني بصراحه. دكتور معانا تقرير. اتفضل. طبعا احنا قبل ما نطلع تقرير استاذ محمد، عايزين الدكتور بس يدينا بعض النصائح عن الفيروس اللي هو يعني بقى يقلق العالم كله، اللي هو فيروس كورونا، او اللي بقى منتشر وبقى عامل يعني طبعا خوف كتير ورعب عند الناس كلها، فعايزين بعض النصائح حضرتك توجهها قبل ما نطلع التقرير اللي معانا. هو يمكن اهم نصيحه هو تجنب التجمعات، لان التجمعات للاسف بينتشر فيها مش فيروس كورونا بس، اي فيروس موجود في تجمعات، فبنحاول قدر الامكان ان احنا نتجنب التجمعات، ولو اضطرينا يبقى لازم نستخدم الكمامه. طبعا دي حاجه. ثانيه حاجه، ناخد حاجات ترفع المناعه الداخليه، حاجه طبيعيه، فيتامين سي من الحاجات اللي هي بترفع المناعه للجسم وبتقاوم. دايما احتفظ برضو بمنطقه الحلق ومنطقه الظهر اللي هي قابله للاصابه، دايما تبقى رطبه ما تبقاش جافه. فبننصح دايما المريض انه على طول بيتناول سوائل، سوائل دافيه على طول، بحيث ان بتبقى المنطقه دي دايما رطبه. وده الحاجز الاول او حاجز الدفاع الاولي ضد اي فيروس موجود، مش الكورونا بس، لاي حاجه. وان شاء الله مصر محروسه ان شاء الله، ويحفظ المواطن المصري يعني. دكتور علاء طبعا هنطلع التقرير اللي جاي، مشاهدينا استنونا بعد الفاصل. رجالة وطول عمر ولادك يا بلدنا رجالة. النهارده هنتكلم عن فيروس الكورونا الجديد اللي عامل قلق للناس كلها. هو مجموعة من الفيروسات اتحورت ووصلت لنا عن طريق الحيوانات البرية زي الجمال، واللي طلع دلوقتي الجديد زي الخفافيش، وهو طبعا احنا عارفين ان بلد المنشأ بتاعه كانت الصين عن طريق اكل الخفافيش والشوربة بتاعتها. اول حاجة هو اعراض برد عادية خالص، ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، رشح، سعال، ومصاحب ليها كمان ان ممكن نلاقي لو هي الحاله متاخره هنلاقي نمونيا او اللي هو الالتهاب الرئوي، ولما الحاله بتتدهور ممكن توصل كمان لفشل كلوي. اكثر الناس عرضه ليه الناس اللي هي دايما بتبقى المشكله ان مناعتهم ضعيفه، زي الاطفال، زي الناس المصابين بامراض مزمنه زي السكر والضغط والفشل الكلوي، وكمان كبار السن لان برضو مناعتهم بتبقى ضعيفه. عشان كده من طرق الوقايه ليه ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقوي المناعه، سواء طفل او سواء حد كبير مسن. طرق الانتشار بتبقى عن طريق الاتصال المباشر بالمرضى المصابين، او عن طريق الرذاذ من المخلطين، او عن طريق اللي هو بيبقى لمس الايديه، ان احنا نلمس ايدينا، نلمس بيها انفنا او بقنا، او عن طريق الاماكن المزدحمه، نحاول نبعد عن الاماكن المزدحمه، او عن طريق السفر للخارج للدول اللي فيها الفيروس. هنتكلم دلوقتي عن طرق الوقايه من فيروس كورونا، عن طريق ان انا ابتعد عن الاماكن المزدحمه، ان لو في بدايه اعراض برد او سعال
ان لو مثلا طفل ما احاولش ان مامته تحاول ان هي تعزله في البيت، ما تخليهوش يحتك، ما ينزلش طبعا لو بيروح مدرسه ما يحاولش ان هو ينزل المدرسه. وبننبه طبعا على الاطفال ان هم في حاله لو في سعال او عطس هيخرج رذاذ. طبعا احنا متعودين ان من الشياكه ان احنا نحط ايدينا كده، بس دي طريقه مش صحيحه، لان الفيروس اكتشفوا ان هو بيموت في الانسجه، يعني اي تيشو هو بيموت فيها. فيا اما عن طريق ان احنا نعمل في الكوع او عن طريق منديل عادي. التاني حاجة ان احنا ما نحاولش نلمس لو في مريض، ما نحاولش نقرب منه او نختلط بيه، حتى لو اضطرينا بيبقى من خلال ماسك، وما نحاولش نلمس ايدينا ونحط ايدينا على مناخيرنا او بقنا، يعني خالص ما نحاولش ان احنا نتبع الطريقة دي. تم ان احنا طبعا بنحاول نعزله عشان ما ينتشرش الفيروس. هو بيبقى اشتباه مش مؤكد، هو بيقول لنا ان انا عندي اعراض برد وسخونة وحصل اختلاط بحد من الأجانب أو حد من الدول المعروفة اللي انتشر فيها الفيروس، ففورا بنحاول نعزله ما نخليهوش يعني ينتشر في المكان، وبنحوله على أقرب مستشفى حميات بعد ما بناخد بياناته كاملة علشان نتتبعه ونعرف أخباره إيه ووصل ولا لأ، وأخد عمل الأشعة بتاعته والتحاليل بتاعته سليمة وكاملة. وبعد كده بيبتدي في شغل تاني إن هم بيبدأوا يتصلوا بالمخالطين ويفحصوا هم برضو عشان نتأكد ان الفيروس ما انتشرش. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية نكمل حلقتنا مع الدكتور علاء العناني. دكتور علاء، عايز أسأل حضرتك، عايزة أعرف الصعوبات اللي بتواجه حضرتك أثناء تأدية عملك كطبيب. هو أهم حاجة كانت بتواجهنا في الحقيقة كم المرضى المتردد على المستشفى. المستشفى المفروض بيتردد عليها من 100 ل 200 حالة كل يوم، ولكن نظرا للتوسعات السكنية اللي موجودة في مدينة أكتوبر، والمستشفى بتستقبل حالات من الفيوم ومن الواحات ومن بني سويف، بالإضافة لوجودها في مركز استراتيجي على طريق الواحات والمحور وبتستقبل الحوادث دي، فكم المرضى بيوصل ما بين 2000 و 2500 مريض كل يوم. أنا كمستشفى ما أقدرش إن أنا أرفض أي مريض وأقول له أنت فوق طاقتي، لازم أستقبله. والحمد لله كان بيدعمنا في الكلام ده ورجال أعمال كتير أوي، في أي نقص في المستلزمات أو أي حاجة المستشفى بتحتاجها في الحقيقة كانوا بيدعمونا تدعيم قوي جدا. أي حاجة كنا بنطلبها كانت بتيجي، سواء من مديرية الصحة أو سواء من جهاز مدينة 6 أكتوبر أو من جمعية المستثمرين. في الحقيقة كان يعني سند قوي أوي للمستشفى، وده اللي خلانا متفائلين قوي. وتم وضع خطه التطوير بتاعه المستشفى دي من عده شهور بحضور الدكتور عمرو جمال مدير المستشفى الحالي، تم وضع خطه التطوير وتم تنظيم الاداره، وابتدينا فعلا كفريق عمل ان احنا ننفذ الكلام ده، وده ان شاء الله موجود حاليا في الارض الواقع. احنا مش بنتكلم، لا، ارض واقع موجود وشغل حاليا، ومعادنا ان شاء الله على شهر 6، ويمكن قبل 6 كمان هيتم افتتاح المرحله الاولى من التطوير دي. دكتور علاء، بشكر حضرتك جدا على طبعا وجودك معنا في الاستديو. مشاهدينا، بشكر دكتور علاء المسؤول التخطيط والتطوير بمستشفى أكتوبر المركزي. طبعا معنا في الفقرة الثانية هيكون معنا المنتج الفني بالتلفزيون المصري الأستاذ مجدي محمود، وهيكون معنا كمان مدير التصوير بالتلفزيون المصري الأستاذ مجدي كشك. انتظرونا بعد الفاصل نكمل فقرتنا. رجالة وطول عمر ولادك يا بلدنا، رجالة وطول عمر ولادك يا بلدنا. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية نكمل فقراتنا، والفقرة التانية اللي هنتكلم فيها النهاردة عن الفن الجميل والفن ما بين الماضي والحاضر. ومعانا النهاردة ضيوفنا اللي منورين الاستديو، المنتج الفني بالتلفزيون المصري الأستاذ مجدي محمود، أهلا بحضرتك. ومعانا كمان اللي منورنا في الاستديو مدير التصوير بالتلفزيون المصري الأستاذ مجدي كشك، أهلا بيك منورنا. طبعا قبل ما نبدأ حوارنا وأسئلتنا الكتير اللي هنتكلم فيها عن الفن، هنطلع تقرير نشوف حاجة مع بعض ونرجع نتكلم.
مشاهدينا رجعنا مرة تانية ونكمل فقرتنا اللي هنتكلم فيها عن الفن الجميل ما بين الماضي والحاضر. وطبعا هبدأ أسئلتي مع الأستاذ مجدي محمود. حضرتك احنا عرضنا دلوقتي طبعا مشاهد ما بين يعني مسلسلات جديدة ومسلسلات قديمة. تمام. عايز أعرف وجهة نظر حضرتك في الفرق ما بين الاثنين. الفرق بين الاثنين واضح جدا جدا على فكرة. يعني احنا لما نشوف عبدالله غيث بيتكلم مع يوسف شعبان في الحلال والحرام، وبعدين بعديه على طول نشوف السنج ونشوف زمان المسلسلات كانت هادفة بتعلم الناس الحلال والحرام، بتعلم المبادئ، بتعلم الأخلاق، كان في فن. المال والبنون ده من الأعمال اللي فعلا يتحط تحتها 100 خط يعني. فإنما دلوقتي العملية بقت عملية تجارية بحتة. كان زمان الفن للفن، دلوقتي الفن للفلوس، مكسب نمرة واحد واثنين وثلاثة. ما ده كمان ده سؤال عايز أسأل حضرتك. فضل. يعني هل فعلا الفن دلوقتي الغرض منه جمع المال بس؟ يعني ما بقاش في مادة فنية يستفاد منها في المجتمع؟ لا، هو حضرتك في مادة فنية بس المال يغلب عليها. إنما زمان إحنا كان المسلسلات، لو هنرجع للآل الحلمية ورأفة الهجان والمسلسلات التقيلة دي، ليها معنى. كنت تمشي في الشارع ما تلاقيش حد، وما زالت مؤثرة لغاية وما زالت لما بتتعاد عليها. لما بتتعاد الناس كلها بتتفرج عليها، دي حقيقة. والأجيال الجديدة من اللي ما شفتهاش زمان بتتفرج عليها. كان زمان وقت إذاعة هذا المسلسل، إذا كان رأفة الهجان أو الآل الحلمية أو الأعمال الدينية الجميلة اللي كانت بتتعمل في رمضان اللي احنا مفتقدينها دلوقتي تماما، كنت الشارع ما كنتش تلاقي في حد ابدا ابدا. انما النهارده هتلاقي يعني 30 40 مسلسل، وجميع او مش عايز اقول جميع، معظم المسلسلات يكتب لك بلس 16 بلس 14. يعني انا قاعد بتفرج في البيت واولادي قاعدين، اقول لهم خشوا ما تتفرجوش، مش هيبقى في كنترول ان انت تحدد المشاهده. يعني كده. انا ما اقدرش امنع طفل عايز يقعد قدام التلفزيون يعني اقول له لا، لما تشوف علامه بلس 18 بلس كذا. ايه بلس دي؟ ما تقعدش. طب ليه لا، ما تعملوا حاجات زي زمان. يعني المفروض ان الفن ده بيعلم الاطفال وبيعلم الكبار الدين والاخلاق والمبادئ. انما بلس 16 يعني انا اولادي اقول لهم خشوا الاوضه جوه لما ولط في التلفزيون. التلفزيون ما ينفعش، السينما اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، لاني السينما انا بروح لها، انما التلفزيون هو اللي بيجي لي انا. بالزبط. موجود في البيت ما اقدرش اسيطر عليه للاسف يعني. استاذ طبعا استاذ مجدي كشك، عايز اسال حضرتك عن حضرتك كمدير تصوير بالتلفزيون المصري دلوقتي، عايز اعرف برضو الفرق اللي حضرتك شايفه ما بين التصوير دلوقتي وقبل كده. بصي، هو التصوير دلوقتي وقبل كده هو واحد، ولكن الاختلاف في التقنيه اللي بتشتغل بيها. التكنولوجيا قبل كده كنا بنشتغل بكاميرات ديجيتال او بكاميرات مثلا اتش دي، او حتى في جوه التلفزيون اشتغلنا بكاميرات الاليكزا الاكس دي والريد، وانا اشتغلت بيهم مسلسلين ثلاثه جوه المبنى قبل ما نتوقف تماما عن الانتاج. دلوقتي كله شغال، ما حدش بيشتغل ديجيتال او اتش دي، كله بيشتغل اكس دي او المعظم يعني بالاليكزا. لما حصل التطوير دون دخلنا ده جوه المبنى وطلبنا انه يتم التصوير الاعمال، وصورت اكتر من عمل بالطريقه دي. صورت اول ما نزلت الكاميرا الاتش دي، صورت مسلسل اليسرى. وطبعا حضرتك كنت اول من صور بالكاميرا الاليكسا جوه المبنى. واول من صور بالكاميرا الاتش دي جوه المبنى. طلبت من السيد رئيس القطاع انه يتم توفير الكاميرا دي، وعملنا بها المسلسل. حتى هم في ناس من الهندسه في وقتها اعترضوا، قالوا احنا عندنا كاميرات كويسه، فقلت لهم الفكره مش كويسه، الفكره اللي احنا لازم نواكب السوق ونعمل صوره بالزبط. بجوده توازي الصوره اللي معروضه في السوق عشان الناس ما تنصرفش عننا وتروح في حته ثانيه. وافقوا ان احنا نعمل دون، وتم التعامل مع كاميرا اتش دي جوه المبنى. وكان اول مسلسل اتصور بيها كان مسلسل اسمه اشجار النار، كان اخراج الاستاذ عصام شعبان. تمام. وكان مسلسل لطيف جدا وعلى جوده عاليه من التقنيه. بعديها بشويه نزلت الكاميرا الاكس تي، وطلبنا ان احنا نعمل بيها مسلسل، واتعمل بيها في 15 في 2015. وبرضو استجابوا الناس لينا وعملنا مسلسل. انا اقصد اقول لك ان التقنيه متوفره لده ولده، التقنيه موجوده للعمل مش للموضوع. تمام. بالاضافه ان المبنى عندنا او قطاع الانتاج عندنا عمل كم من الاعمال، وصعد كم من النجوم ومديرين التصوير والممثلين اللي هم من الدور الثاني للاول، والمؤلفين اللي صعدوا عملهم نجوم بشكل كبير جدا،
وكان في دايما تارجت جوه قطاع الانتاج، نمره واحد انت عندك الجهاز في المقام الاول خدمي، وبالتالي يقدم وجبه متكامله تليق بالاسره المصريه وتليق بالشارع المصري. والدليل على كده ان دلوقتي في الوقت الحالي كل القنوات اللي موجوده لما بتعمل اعاده عرض الاعمال القديمه بتكون عليها نسبه مشاهده عاليه جدا. دي حقيقه فعلا، سواء القنوات الخاصه او في قناه ماسبيرو بتاعه التلفزيون، ماسبيرو زمان، كثافه مشاهده غير عاديه على المسلسلات القديمه اللي انا حتى ما عاصرتهاش. انا موجود في التلفزيون من سنه 96 في قطاع الانتاج، وعملت اكتر مثلا من 70 مسلسل لقطاع الانتاج ولصوت القاهره ومدينه الانتاج والقطاع الخاص اللي احنا مفتقدينهم دلوقتي. تمام، اللي كل ده متوقف، وده سبب الحاجات اللي حضرتك بتقولي عليها، ان ما بقاش فيه دراما اجتماعيه زي زمان. وانا عايز اسال طبعا الاستاذ مجدي، عايز اسال حضرتك عن، قبل ما اطلع تقرير، في سؤال لازم يعني اسالك فيه، مصير الاجيال اللي جايه من الاعمال اللي بنشوفها في الوقت الحالي، يعني اللي مسلسلات او اغاني ملهاش معنى. مظبوط، عايز اعرف يعني وجهه نظر حضرتك في مصير الاجيال اللي جايه دي ايه. اكيد الاجيال اللي جايه بتشوف سنج وبتشوف سجاير وبتشوف سوري، يعني بجانب ده ان في مسلسلات كتير جدا بتسيء الى السيده المصريه. دي حقيقه. ازاي يبقى الاجيال اللي طالعه دي هتعمل ايه؟ معرفش، في نوعيه مسلسلات بتسيء الى المراه المصريه، مش هي دي المراه المصريه. تمام. ابدا. بدون ذكر اسماء، انا مش عايز اقول اسماء مسلسلات، ولكن في مسلسلات كتير وحاولنا نقول الكلام ده قبل كده بس ما للاسف بيطلع صوره المراه المصريه بالشكل مش مظبوط. مش هي دي المراه المصريه ابدا، بتشرب سجاير واللي بتخون جوزها واللي ايه ده ما ينفعش الكلام ده يتحط على القنوات المصريه اللي بتشاف. حتى لو كان ده موجود في الواقع، الفن اختيار، انا انقي منه الحاجه الكويسه، انقي منه واشتغل عليها واعمل موضوع كويس للاسف وللناس. والسبب في ده ان فعلا قطاع الانتاج ومدينه الانتاج وصوت القاهره، الثلاث جهات اللي كانوا بينتجوا ومغطين السوق انتاج واحسن مسلسلات اتعملت في عصر وده بيعمل بره فيدباك لل يعني طبيعه الشارع المصري او طبيعه طبعاً الجمهور المصري. هيتعلموا ايه بقى الاولاد والاطفال والشباب؟ ما هو هيتعلموا الكلام ده بالظبط. انما زمان كانت الاعمال فعلا هدف. وزمان في رمضان حضرتك احنا كنا بنعمل، انا من 87 وانا في الانتاج، كنا بنعمل مسلسلين اجتماعي ومسلسل ديني اساسي في رمضان، ومسلسل اطفال يعلم الاطفال اللي هي بتذاع دلوقتي على ماسبيرو زمان، بيعلم الاطفال المبادئ والدين والصح والغلط، وده اللي احنا محتاجينه فعلا. كانت يعني لسه من كام يوم انا شايف على ماسبيرو زمان مسلسل اطفال بطول الصفاء بالصعود، ومعاها مجموعه اطفال بيعلموهم كل يوم حدوته يتعلموا منها الصح والغلط. مش النهارده الطفل يلاقي اللي ماسك سنجه ده، في واحد صديق ابنه طلب منه سيف عملوا له خشب عشان عايز يمسك سيف زي الأطفال بتاعهم. هو ده اللي بيتعلموه. فللأسف، وعايز أقول برضو إن الدولة ليها يعني لازم تتدخل. لازم تتدخل وترجع تنتج في الثلاث قطاعات التابعين ليها. اتفضل، دي رسالة أنا بقدمها. أكبر ثلاث جهات إنتاجية متوقفة عن العمل، قطاع الإنتاج جوه التلفزيون المصري، شركة صوت القاهرة، مدينة الإنتاج للإنتاج الدرامي، كل ده متوقف. وكانوا بيعملوا بس مش انتاج ذاتي خاص بيهم، كانوا بيعملوا انتاج ذاتي خاص بيهم، وانتاج مشارك مع القطاع الخاص والشركات الخاصه، وانتاج منفذ مع المنتجين في القطاع الخاص. كان بيصل انتاجنا في الموسم بس اكتر من 70 مسلسل كل سنه. تمام، احنا هنقف عند النقطه دي طبعا، وهنطلع نشوف راي الشارع في المسلسلات اللي ليس لها معنى، اللي يعني اللي بتتعرض طبعا، وهنرجع لحضراتكم نكمل طبعا الفقره. مشاهدينا نطلع تقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجاله وطول عمر ولادك يا بلدنا رجاله رجاله. احنا في الشارع المصري النهارده هناخد اراء الناس
والشعب في انتاج المسلسلات ايام زمان ودلوقتي، يا ترى ارائهم عاملين ازاي؟ يلا بينا نشوف ارائهم. والضرب وقلة الادب، مفيش حاجة لا فتوات ومش فتوات وكلام فارغ ومسخرة، حتى الفنانة اللي بتطلع مش مؤدبة. كان زمان في احترام وادب، الكبير يتفرج عليها والصغير، الواحد بيقعد قدامك التلفزيون بيتكسف من احفاده بيسألوه ايه الكلام الفارغ ده. لا زمان طبعا كان في مسلسلات حلوه جدا احنا بنحب نتفرج عليها، رمضان كان بنقعد نتلم عشان نتفرج عليها، بس دلوقتي ما بقاش في اي حاجه اصلا نتفرج عليها، كله بيبقى فيها قله ادب، فيها حاجات مش كويسه والفاظ مش كويسه. يعني انا مثلا كاخويا صغير انا مش بقعد اتفرج على التلفزيون عشان لا زمان كان في حاجات كتير حلوه، دلوقتي الدنيا اتغيرت كتير حتى اخلاقيات الناس. زمان كان في مسلسلات يعني مسلسل زي مسلسل العائله كان بيناقش حاجات بتحصل دلوقتي. تخيلي هم من زمان سابقين عصرهم، دلوقتي بتلاقي حاجات مبتذله كتير، مبتذله كتير، وخصوصا في شهر رمضان. شهر رمضان ده اللي هو بتاع العباده، اللي المفروض نشوف مسلسلات دينيه، حاجات تقوم الولاد اخلاقيا. احنا بعد في زمن كده قريب الدنيا اتغيرت كتير، اخلاقيات الناس واخلاقيات الولاد اتغيرت كتير، وده واضح قوي على الحاجات اللي هي موجوده دلوقتي، اللي هو المسلسلات والاغاني والحاجات الهابطه اللي احنا بنشوفها دلوقتي. حتى لما بتمشي في الشارع بتسمعي حاجات غريبه كده بيقتبسوها من المسلسلات والافلام اللي احنا بنعاصرها دلوقتي. لا في فرق كبير، في فرق كبير، فيش وجه مقارنه. لا ما ينفعش نقارن بين زمان وبين دلوقتي، بين اخلاق زمان باخلاق دلوقتي، بين مستوى المسلسلات والافلام بقى مستوى الافلام والمسلسلات دلوقتي. في حاجات كتير ما فيهاش وجه مقارنه. زمان كان مسلسل او اتنين بالكتير قوي في رمضان، ويبقى معروف المسلسل التلاته بينافسوا بعض على الحاجه الكويسه. دلوقتي انت بتلاقي بتاع 12 او 15 مسلسل وكلها حاجات هابطه وحاجات ملهاش اي معنى وملهاش اي قيمه، واصلا ما ينفعش تتعرض في ايام رمضان. الـ 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 الاوضاع والـ والـ والعري والـ والحاجات والملابس. يعني زمان انا ما كنتش في الكلام ده خالص. ما هو بقى بيشمل كله بقى، العري والالفاظ والحركات ومخارج كله كله كله. انما زمان كانوا هما مسلسلين او ثلاثه بالكتير قوي. بعدين حضرتك دلوقتي التلفزيون شغال 24 ساعه، احنا كنا زمان الساعه 12 دي يوم الخميس والجمعه اللي هما اليوم المفتوح وبنسهر لهم، ومش كل العائلات بتسمح بالسهر. دلوقتي انت ولادك بيقعدوا لحد او الولاد بيقعدوا لحد الصبح، وفي رمضان نايمين طول النهار واسمه صيام. ما بينزلوش يصلوا الفجر، ما بينزلوش يصلوا في المسجد، احنا بعيدين كل البعد عن الاخلاق والدين، عشان كده احنا مستوانا بينزل بينزل وهيفضل ينزل طول ما احنا بعيد عن ربنا وبنتفرج على الحاجات البذيئه اللي احنا بنشوفها. يعني الصراحه هو فن زمان احلى من دلوقتي، عن يوميات ونيس، الحاج متولي، الحفيد، الحاجات دي كلها. بس واحنا دلوقتي عامه في الجيل ده احنا حابين المهرجانات، هي المهرجانات دي تبعنا احنا، بس احنا لو جينا بقى للصح وكده فتلاقي زمان كان الجو احلى، كانت اللمه تبقى احلى في الاغاني بتاع زمان، فوازير ومسلسلات بتاع زمان والانتاج بتاع زمان، هي حاجه كده اصلا موجوده ما تعرفيش تجيبها تاني اصلا. لكن دلوقتي تلاقي الجو اللي هو بتاع الشباب بتاعنا احنا اللي هو بتاع حسن شاكوش والناس دي، فدي حاجه احنا حبينا. بس هي الاساس يعني بتاع زمان، يعني انت مثلا لو جيت القرن ده بده فانت هتقعد قدام بتاع زمان. كويس جدا، بس في ناس بتستخدم التمثيل غلط، يعني في اللي بياخد الحلو وفي اللي بياخد الوحش. بس يعني هو بمعنى ان هو يعني التمثيل عامه هو بيجيب لك حاجات عشان تتعلم منها انك ما تقعش في الغلط ده، مش اكتر. بس الفن بتاع زمان حاجه جميله جدا طبعا، بس دلوقتي خلاص الحياه بتتغير وكل ما هذا بنمشي في حاجات بتتطور وحاجات بقى للاسوأ مش للاحسن. انا ممكن رومانسي اكتر، بحب عمرو دياب اكتر. يعني الشعب ده ممكن مثلا فرح مثلا قاعد كده ما بعملش حاجه، اسمع مهرجان اتنين بس. اوكي تمام. هو مبدئيا كده فن زمان طبعا فن راقي وفن ليه معنى كده، بتحس ان الكلمات نفسها بيكون ليها منهج حياه. دلوقتي كله طبل وزمر وملوش اي قيمه، وهو ده اللي ماشي في السوق حاليا. دلوقتي مسلسلات زمان حتى كان بيبقى المشهد نفسه بيبقى ليه معنى ويبقى ليه هدف، بيبقى اعرف مسلسل زي ذهب الجبل. مشاهدينا رجعنا لكم مره تانية ونكمل فقرتنا مع ضيوفنا اللي منورينا. طبعا استاذ محمد اتفضل. مجدي بيه السيما زمان
والتلفزيون المصري اتكلم عن البلطجي مظبوط، واتكلم عن الفيديو مظبوط، اتكلم عن الحرامي، اتكلم عن الحلال والحرام، تمام، اتكلم عن كل حاجه، بس كان في سيناريو مشرف، تمام، كان في حاجات جميله بتتعمل، مفيش حد، ما شفناش حد وهو بيموت جايب سيف ونازل ولامم وراه عصابه ونازل الشارع، تمام، ما شفناش حد مسك طبانجه وضرب بيها في الشارع في اي فيلم في اي مسلسل. النهارده هو يعني بيتباهى ان بيتباهى. هو عايز يطلع ماسك سنجة بالسنجة والسيف وبيقتل وتشوف وتشوف مناظر ما يصحش والاطفال يعني ده يسيء لينا جميعا طبعا طبعا يعني انت تعالى شوف فيلم الفتوة في فريد شوقي تمام، شوف مسلسل ارابيسك في صلاح السعداني طالع بدور شقي بس بلطجي بادب، انما تعالى النهارده شوف بقى السينك طالعه وضرب مش عارف ايه والدم وده بيموت في هم مش عارفين في اطفال بتتفرج على الكلام ده. انا الكلمه اللي انت قلتها انا ليا صديق صاحبي اخر حاجه عملها مع ابنه انه جاب له سيف خشب. طيب اتفضل عايز يرد الولد عنده 7 سنين ومصمم على عايز سيف. انا عايز سيف اخر حاجه دكتور صعب هو طبعا قال له عرض عليه انه يجيب له سيف خشب يرضيه يرضيه هيعمل ايه؟ ما هو اطفال من الموضوع ما هو ده اللي بيتعلموه الاطفال يا باشمهندس. بالظبط ده اللي بيتعلموه الاطفال. المشكله هي مش مشكله ممثل بس، عايزين برضه نقول هي مش مشكله ممثل، مشكله رقابه يعني هو على مين المسؤول عن السلبيه اللي موجوده على الساحه؟ مين المسؤول؟ احنا زمان كانت الاعمال بتخش رقابه بتخش قراءة عليا. طيب. مسلسل يتقري 30 حلقة يكونوا مكتوبين أيام أسامة أنور عكاشة الله يرحمه، الأستاذ أسامة أنور عكاشة، الأستاذ محمد جلال عبد القوي، كبار المؤلفين، كان لازم المسلسل يتكتب ويخش يتقري ويتعرض على رقابة. لو لقوا في مشاهد بالنوعية اللي حضرتك بتقولها بيطلبوا حذفها فورا. والقراءة لو المسلسل مش على مستوى جيد أو جيد جدا ممنوع يتعمل. النهارده يا باشمهندس العمل بيتعمل على الهوا، مفيش وقت لا رقابه بتقرا ولا قراءه بتقرا ولا المسلسل بيتكتب وهم الممثلين بيشتغلوا، مين هيراقب من كتر المسلسلات؟ انت النهارده بيتعرض في رمضان 30 40 50 مسلسل، هيشوفوا ايه ولا يتابعوا ايه؟ ولا زمان كان في رساله، كان في رساله. يعني انا يعني فاكر مرة جابوا نور الشريف وبيسألوه نور ده بقالك سنتين ما عملش حاجة، قال لهم ما لقيتش نص كويس أعمله. مظبوط. ومش في مشاكل، لا هو ما لقاش نص جديد. ما لقاش نص جديد. هو عمل يعني هو عمل حاجات كتير قبل كده. الناس دي بتنقي الأعمال، الأستاذ يحيى الفخراني الدكتور يحيى الفخراني برضه ما بيعملش أعمال إلا لما يكون مقتنع بيها 200%. في ناس كده، إنما في ناس يقول لك يلا بقى او عمل وخلاص. يعني بمناسبه الاعمال الدراميه عايز اسال حضرتك استاذ مجدي محمود طبعا والاستاذ مجدي كشك، عايز اسال حضراتكم عن الاعمال الدراميه اللي فخورون بيها او حبيتوها وانتوا بتنفذوها. انا عملت اعمال مع كبار مخرجين مصر اللي احنا مفتقدينهم برضو النهارده الحقيقه. مسلسل زيزينيا مع الاستاذ جمال عبد الحميد، مسلسل حلم الجنوبي مع الاستاذ جمال عبد الحميد، مسلسل ليالي الحلميه الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ، مسلسل رأفت الهجان مع الاستاذ يحيى العالمي، مسلسل اهل الهوى مع المخرج الكبير الاستاذ عمر عبد العزيز. هو او مجمل اعمال حضرتك يعني؟ انا عامل حوالي 90 مسلسل ما شاء الله، ما بين مدير انتاج وما بين منتج فني وما بين مساعد انتاج. جميل. واستاذ مجدي كشك اتفضل، يعني مجمل اعمالك برضو واكتر الاعمال كنت بتحبها ويعني حسيت ان هي قد ايه علمت مع الناس؟ اشتغلت حوالي برضو بتاع 70 عمل. من اميز الاعمال اللي فيهم وعلمت مع الناس كان اول عمل برضو عمل لي نقله في حياتي كان مسلسل السيره الهلاليه مع الاستاذ مجدي ابو عميره. جميل. الجزء الثاني، وبعدين عملت بعدها مباشره مسلسل زينيا مع الاستاذ جمال عبد الحميد مع الاستاذ مجدي. انا احكي لك واقع بقى تمام بخصوص المسلسل. جمال عبد الحميد مخرج تقيل جدا
وفنان طبعاً. جدا مش اي مدير تصوير يشتغل معاه. مجدي جه ما كانش من رجال الجمال عبد الحميد، بس انا قلت له مجدي كويس. فبدايه اول يوم يجي مجدي فيه جمال عبد الحميد اداله مشهد صعب جدا 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 جدا، قال همتحنه بيه، كان تيست يعني جدا. الراجل ده عمله بشكل عبقري. لقيت جمال استاذ جمال بيقول لي مجدي يا محمود ما تسيبش مجدي كشك يمشي، انا عايزه يكمل معايا. وقد كان وكمل المسلسل. انا كنت جاي اليوم ده بس جمال عبد الحميد، انا كنت جاي اليوم ده بس اذكرها طبعا، فكنت جاي اليوم ده بس في اول مزبوط. المسلسل في اول يومين مظبوط، وانا كنت في اجازه بدون مرتب من قطاع الانتاج، كنت بصور مسلسل مع الاستاذ عادل اعصر فاتن حمامه وجه القمر. فطلبوني في اليوم ده نتيجه ظرف حصل يعني معين، حصل لزميل التصوير، فانا جبت مجدي يحل الموقف الموقف ده تمام. فجيت تاني يوم عشان اشتغل اليوم دون، اشتغلت معاه، فعمل لي مشهد صعب جدا حوالي 3 4 صفحات. بعديها كلمني قال لي انا عايزك تشتغل معايا المسلسل ده. دي حقيقه. قلت له بس انا ليا طلبات. ونبقى نكمل الحلقه الجايه ان شاء الله. اوكي هنكملها المره الجايه طبعا مشاهدينا، وبكده تكون خلصت حلقتنا، ونكمل في حلقات تانية، وموضوع الفن طبعا هيحتاج مننا كذا حلقة. استنونا في نفس الميعاد من كل أسبوع يوم الاثنين الساعة 11. نشوفكم على خير.